طيب تعالوا بقى نروح مع حضراتكم لموضوع مختلف حبتين. امبارح لو تابعتوا حلقتنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن المؤتمر الصحفي اللي تم للاعلان عن عقد رعايه الاهلي وشركه جي ال سي اللي هترعى النادي لمده 4 سنوات قادمه ان شاء الله. الحقيقه احنا بنشهد خطوات مهمه جدا في ملف الرعايه بشكل عام اللي بيحقق نجاحات كبيره، يعني هو ما يعكس بطبيعه الحال قيمه ومكانه النادي الاهلي من خلال الشراكات الاستراتيجيه اللي بتربطه دايما مع كيانات كبيره وليها نجاحات بارزه. تعالوا نتابع جزء من المؤتمر الصحفي ونشوف حصل فيه ايه من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. برحب بيكم في النادي الاهلي، برحب بالاستاذ محمد امين الوحوت المدير التنفيذي لشركه جي ال سي، برحب بالاخوه الاعلاميين والمصورين. النهارده احنا الحمد لله بننتهي عن الحقيقه من الخطوه الثالثه في ملف الرعايه او حقوق الرعايه للنادي الاهلي. ملف الرعايه ده واحد من اهم الملفات الرئيسيه بالنسبه لنا. كنا بدانا الخطوه الاولى مع شركه اتصالات مصر ثم بنك ابو ظبي الاول مصر، والنهارده بنتعاقد مع شركه جي ال سي الشركه الالمانيه اللبنانيه للدهانات، واحنا سعداء بالتعاون والشراكه معها. على فكره دي مش اول مره نتعاون مع شركه جي ال سي، احنا تعاوننا قبل كده والحمد لله التعاون ده كان يعني مثمر وكان لينا نجاحات قبل كده مع بعض، والتجارب الناجحه دايما كانت دافع لينا ان احنا نكرر التعاون ونكرر المجربه، دافع لينا وليهم، وان شاء الله تكون شراكه مثمره تحقق مصلحه الطرفين باذن الله سواء النادي الاهلي او شركه جي ال سي. الحقيقه الخطوات اللي تمت في ملف الرعايه لحد دلوقتي خطوات جيده جدا الحمد لله، وباذن الله باذن الله يعني هنشتغل اكتر علشان نوصل للي احنا عاوزينه في من عائدات الرعايه وعائدات اخرى. هنوصل باذن الله علشان علينا مسؤوليات كبيره، وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني النادي الاهلي 4 انديه، اهلي الجزيره، اهلي مدينه نصر، اهلي الشيخ زايد، اهلي التجمع. الحمد لله رب العالمين. ده بالنسبه للناحيه الانشائيه والناحيه الخدميه، لكن كمان الناحيه الرياضيه بقى النادي الاهلي عنده 19 لعبه رياضيه جماعيه وفرديه رجال وسيدات من سن ال5 سنين لغايه الرجال والسيدات يعني، وفي مختلف طبعا الاعمار. المهم بالنسبه لينا احنا كمجلس اداره ان احنا ازاي نحقق طموح جماهيرنا واعضائنا او اعضاء الجمعيه العموميه سواء على المستوى الرياضي او الانشائي او الخدمي، ويفضل الاهلي دايما باذن الله باذن الله يكون الاهلي دايما في المقدمه ان شاء الله. مره ثانيه عاوز اكد ان الشراكه مع شركه جي ال سي من الشراكات المهمه، وهي شركه كبيره متميزه وليها اسمها ومحققه نجاحات ودايما بتحاول تعزز مكانتها في السوق، ودي سمه الكيانات الكبيره، علشان كده هتكون الشراكه معاهم باذن الله مثمره لينا وليهم باذن الله. لأن الارتباط باسم النادي الأهلي هو أقوى وأسرع وسيلة للوصول لمحطات النجاح داخل الأسواق المصرية والعربية والأفريقية. لما يحملوا اسم الأهلي من تاريخ كبير ومن شعبية الحمد لله جريفة يعني. والحمد لله كل الأرقام والإحصائيات على مدار التاريخ بتؤكد ده وبتقول الكلام دوت. وهنا لازم نأكد على تقديرنا واعتزازنا بجماهيرنا اللي ليها دور كبير جدا معانا، أنا بعتبرهم شريك. الجماهير اذا كان النادي الاهلي نجاحات بعد طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى، جماهير النادي الاهلي بدعمها المستمر ليها دور كبير جدا في وصول النادي الاهلي النهارده ان يكون يعني الحمد لله رب العالمين الرعاه كلها بتتهافت عليه لتاريخ الاهلي بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تاريخ الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كمان عايز اقول ان احنا عايزين يعني اتكلم في النهايه بس يعني او في الختام يعني مش عايز انسى طبعا شركه دور الشركه المتحده للتسويق الرياضي، وكمان المسوق طبعا ده المسوق الحصري لحقوق الرعايه بالنسبه لحقوق النادي الاهلي في الرعايه. وكمان باكد تاني على شكرنا للدوله ومؤسساتها الوطنيه على الدعم والمسانده المستمره للرياضه المصريه سواء الانديه او الاتحادات او الرياضه بشكل عام المصريه. كمان مش عايز انسى شكر زملائي مجلس الاداره كلهم، كل واحد قايم بيحاول يقوم بدوره على اكمل وجه، وكمان الادارات التنفيذيه والاداره التنفيذيه. طبعا قبل كده يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى
ودايما ان شاء الله نلتقي على خير ونلتقي بسلام باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.